تضامنية مع الزميل محمد الزهري. أولا كنهضر باعتباري كنا من أقدم الناس هنا في فاس في المجال هذا، هذه 30 سنة وأنا كنمارس هذا مع الشأن المحلي مختلف المجالس اللي دازت سواء اتحادية أو استقلالية أو هذه العدالة. أنا أول مرة كنشوف رئيس مجلس الجماعي تيخرج من قاعة الاجتماع تيخرج واحد المراسل صحفي، ولا بغا نختار في كلمة واحدة، أولا لا حق له في ذلك لأن هذا مرفق عمومي